نالني الشرف أن يكون أول من اقتنى تذكرة لحضور عرض في مدينة الثقافة، وبالمناسبة هذه وقامت الإدارة بإهداء مجموعة من الدعوات لحضور عروض مختلفة في الموسيقى، في الأوبرا، في المسرح، وبالطبيعة هذا شيء يشرفني ويفرحني، ونتمنى التوفيق لجميع العاملين في المدينة وللمدينة في مهمتها في نشر الثقافة في تونس، وتحيا الثقافة.